بقول لك ايه، اتعد لي كده وتعاملي عادي، تعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجة يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بخل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه؟ ده بيقول لك يالا. الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حرير. ايه، هتضرب رجاله؟ اه. طب نعجل الموضوع يا جدعان اللي بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه الارصف من كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتم. اهرب يا نسمه، اهرب يا مشعل. حرام عليكم الرجوله، ما بتقولش كده. ياما جيب العواب سليم يا رب. ايوه يا بهاي، انا مش قلت محدش يقرب لها؟ والله يا كابتن مصر محدش جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي، مش شافش حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور، طمنا. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. ايوه، هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا، دي حاجة في إيد ربنا، إحنا عملنا كل الأشعاعات والتحاليل اللازمة، وأول ما تطلع النتائج هنطمنكم. سلام عليكم. عليكم السلام. لا إله إلا الله. أنا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطفي يا أخويا، أنا فيا اللي مكفيني، أرجوك كفاية. نادين. أيوة بابي. سبع البرد جوزها فين؟ في أوضة 305. في ايه؟ الراجل عيان، زيارة ممنوعة. انا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياة والموت، سبتهم يضربوكم معرفتش تحميها يا جبان. ايوه عمي، ما هي دي الخطة، انا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا، فنسمه تهرب بالسلامة. يا سلام، هو انت لسه شفت ضرب؟ على فكرة عمي، أنا اتضربت كل أنواع الضرب، فما افتكرش في إضافة ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، إحنا هنتصرف. صبري بابا، ما تنساش تسمي. بسم الله. الله الله أكبر. بسم الله أكبر. يا جماعة أنت تتبعوا بعزة والإزة. بابي نسمة فقت. عمي عمي، أنت حاسبني متعلق زي البولوس كده؟ أنا محتاج أنزل عشان أطمن على نسمة. حبيبي أنت في الوضع ده محتاج باكواي ينزلك. نسمة عمي. الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وإن شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بإيدينا. يا جماعة من فضلكم، ما حدش فكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حالة نسمة وصلت لفين؟ نسمة ما عندهاش أي إصابات عضوية، بس واضح من الحالة اللي هي فيها إن الحادثة مأثرة فيها جامد. نسمة حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله إنك بخير. مين حضرتك؟ أنا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمة، في إيه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو اللي اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف اللي جرالها؟ لا مش مكسوف، واعلى بفخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع القيادات. الصوت يالا، احنا في مستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها، لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمه محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمه، ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربيه وسقت زي المجنونه.
وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكرة. وانت بتركب العربية يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور نسمة كويسة ما فيهاش حاجة، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمة تروح معاك؟ نسمة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة بنتي، انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. اها، عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا خميلي خدي بالك من البنت واستنوني بره، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشة، رقيقة، رومانسية. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسية الزجاجية الهشة. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجة. دي نفسية عاملة زي الازاز الستة ملي، اقل زلطة فيه ممكن تشرخه. زلطة ايه وازاز ايه؟ نسمة تعاني من صدمة عصبية شديدة.